مثل هالايام من كل سنه بكون مسافر على الحج. هلا مسافر على النحل. هذا العسل الجبلي، شوف شلون عم تغلي الطنجره بعد ما امناها من النار ما شاء الله. الصباح الباكر كان مارق حلاب، يعني فلاح معه بقراته بالجبل. هي القشطه الطازجه، قشطه الحليب، اليوم بدنا نجربها مع العسل بالشهد. بسم الله الرحمن الرحيم. على جبال قيصري بكهرمان مرعاش. هلا نحن بالعشر من ذي الحجة، ايام فضيلة، بدنا نغتنمها بالطاعات. يا ربي عز وجل يتقبل منا ويسدد خطانا. هلا بالمطار، دعاء المسافر مستجاب. ان شاء الله كل واحد منكم الله بيعطيه سؤله يسدد خطاه. هي من الطيارة. هذا العسل الجبلي من جبال قيصري، مرعى أزهار جبلية متنوعة. نحن نزلنا أقراص العسل الكركوان. ما شاء الله النحل بدأ بإنتاج الشمع وبدأ بجمع العسل. في قليل من العسل فينا نشوف داخل الشمع الطبيعي، قليل من العسل. إن شاء الله بيكملوا بكرة ونجهز لكم العسل الكركوان. الزلوع ما بيطلع غير بين الصخر وبالجبال العالية. نحن هون بجبال قيصري على ارتفاع 1900 متر على سطح البحر. رح نحاول نقتلع نبات الزلوع مشان نشوف الشرش. هذا شرش الزلوع. شرش الزلوع مفيد جدا للطاقة، مثل الجينسينج، بيعمل نشاط بالدورة الدموية. هي أزهار النفل، عسلة لذيذ. حبينا نصور لكم المراعي اللي بدنا نجيب لكم عسلة. لحظة خروج ملكة النحل. بسم الله. هي ملكة النحل، ملكة عزراء، الآن خرجت من البيت الملكي. هي الملكة اللي بإيدي اللي هلأ طلعت من البيت الملكي. هي الملكة العزراء، رح ننزلها على الخلية. هي هي الملكة العزراء، ملكة سبحان الله طالعة جوعانة، نزلت تاكل عسل. هذا ذكر النحل، مهمته التلقيح بالخلية، بيكون أكبر من النحلة حجمه، وما بيلسع ما بيقرص يعني، ولا بيجمع عسل، بس بياكل عسل ومهمته التلقيح. هي الملكة ملقحة الآن، هلأ عادت من التلقيح. كنا عم نكشف على الخلية شفناها، فينا نشوف أهداب الذكر على ذيل الملكة. ما شاء الله ريحته زكية، النبق له ريحة مميزة جدا. رح نجربه اليوم مع القشطة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله كان قشطة وعسل، سمنة وعسل. بسم الله. ربي عز وجل يكرمكم بالعسل الأصلي والقشطة الأصلية. لقينا فطر، هذا فطر بري. بسم الله. إذا حدا بيعرف عنه هذا الفطر، إذا سام أو ما سام اكتبوا لنا بالتعليقات، ما رح ناكله إلا تكتبوا لنا، واللي بده يكتب لنا أمانة برابطه. ها هلكت بالطلعة، نستعين بالله، نتابع صعود. باري شفت أرنب بس ما لحق أتصوره بري. ما شاء الله شو سريع. وشفت الهدهد، طيرين هدهد شفت، الهدهد اللي كلم سيدنا سليمان. هاي أعلى نقطة قدرت أوصل عليها. أنا هلأ بقمة الجبل. بسم الله. مين منكم مجرب تسلق الجبال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وين عم انزل؟ الله اكبر، وقعت اكلت زحطه، بس الحمد لله على السلامه. جرحت ايدي، بس جرحت ايدي شوي صغيره وكوعي. يلا الحمد لله على السلامه. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أمد الدهر بين الحفر. هذا العكبر الخام، العكبر مضاد حيوي طبيعي. بسم الله. العكبر مضاد حيوي طبيعي، يجمعه النحل من صمغ الأشجار وبيعالجه. طعمه مو طيب بس فوائده عديدة. هذا عسل جبلي ما شاء الله، لونه غامق. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رح نتذوق العسل الجبلي ونخبركم بطعمه. ما شاء الله العسل صار يقطر من الشمع. بسم الله الرحمن الرحيم.
شاء الله ما شاء الله. وبياض الشمع والزوائد الشمعية بتدل على غنى المرعى ووفرته. نعيدكم بأجود وأطيب وأفخر أنواع العسل الطبيعي. حياكم الله بياكم زبائننا الكرام، مرحبا بكم. أنا وعم صور قرصتني النحلة من إيدي، ذبحتني ذبح بس ما رضيت أقطع الفيديو. إيه لا تأخذونا، غب على قلبي، لا حول ولا قوة إلا بالله. أكلت قرصة يوم بعد نهار شاق وطويل. كان حبيبنا أبو أحمد عم يقلب بالسوشيال ميديا، قام شاف واحد عم يساوي جرة لحم. تعبانين نحنا، أنا أكلي بيجوا شي 15 قرصة بإيدي والله أعلم، وأكل وحدة بعيني هون بجبيني. قلت له إنه ما أحسن منها، بدنا نظبط حالنا. رجينا الدهنات شلون سلو بالفخارة. هلا بسم الله اللحمات فوقه، بسم الله الرحمن الرحيم. أول شي فليفلة حمراء والفليفلة الخضراء، بعد منهم البندورة. طبعا حاطين قرن فليفلة حد من تبع اللي بيخلي الواحد يوحد المولى. وهي البصلات مقطعينهم نحنا قروش قروش. بسم الله، شوف شلون عم تغلي الطنجرة بعد ما أمناها من النار ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شو بو الشيف براق البغدادي بحك بس براق ولا والله بتطلع 60 براق. شو اسمه الثاني؟ نصرة. من مطار مرعش عائدا الى اسطنبول، ان شاء الله بنشوفكم بخير وسلامه. هذا العسل الجبلي الزلوع من جبال قيصري.